أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي يؤيد بنصره من يشاء، صاحب النصر لعباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو على كل شيء قدير، يعز من يشاء ويذل من يشاء. اللهم أعزنا بعز من عندك، انصرنا اللهم على أنفسنا وعلى هوانا وعلى الشيطان، وأيدنا اللهم بنصر على أعدائنا وعلى أعدائك وأعداء ملتك وأعداء رسلك، يا كريم يا منان يا حنان. الحمد لله. وما زالت رايات نصر الله تبارك وتعالى لعباده في أي زمان ومكان خفاقة، وإن عميت على من لا يراها، إلا أن الله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء، ويفرح المؤمنون بنصر الله جل جلاله وتعالت عظمته، لأن الله سبحانه وتعالى يمد للكافر فيعمل ذلك الكافر ما يعمل، ويظن أنه استحوذ على الأرض وقدر على الأرض، وظن أنه قد وصل إليه مستوى مما قاله فرعون أنا ربكم الأعلى، فعمل هذه الأعمال متناسيا أن فوق المملكة ملك، وأن فوق القدرة قادر، وأن صاحب القدرة الله عز وجل. فمهما خطط أولئك ومهما أراد أولئك فإن كيدهم في نحورهم، ويكيدون وأكيد كيدا. الحق سبحانه وتعالى يكيد لهم كيدا،
الله تعالى قال في القرآن: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهما عملوا أمهلهم رويدا، سينتصر المسلمون. ولا يبقى حجر قرب الساعة يكون تحته يهودي، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا ويقول ذلك الحجر: تعال يا مسلم، هذا يهودي تحتي، تعال فاقتله. هكذا قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الصهاينة، يا من تسمون بأنفسكم أنكم بنو إسرائيل، ما كنتم أنتم أبناء أنبياء، وإنما ادعيتم ذلك فكنتم والعياذ بالله قتلى للأنبياء. يا أيها الصهاينة، وقد كان سلفكم من قبل اليهود الذين قتلوا الأنبياء، فقتلوا زكريا وقتلوا يحيى واستحوذوا على أمور الأرض، وهؤلاء بنو إسرائيل كما سمعتم الآيات فيهم، قال ربكم سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، خبرهم يا رب لتفسدن في الأرض مرتين. قال أهل العلم: أما فسادهم الأول أنهم خالفوا أحكام التوراة، خالفوا أحكام التوراة، التوراة توجههم بتوجيه وهم يخالفونها، زادوا على ذلك أنهم حرفوا التوراة. لتفسدن في الأرض مرتين. والفساد الثاني: قتلوا الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي أصحاب بأس وأصحاب قوة يدحرونكم، فجاسوا خلال الديار، سيأتون عبادا لنا. وإن كان هؤلاء كما قال أهل التفسير أنه يقصد بهم إن كان جالوت وجنوده أو كان بخت نصر ملك بابل، إلا أن هذه الآية تتكرر معانيها حتى في زمانه. فجاسوا خلال الديار، دخلوا إلى شوارعكم، دخلوا إلى بيوتكم، أقلقوكم في منازلكم، قتلوكم وأنتم وسط بيوتكم وفي شوارعكم، وكان ذلك وعدا مفعولا. إذا أنتم قمتم بهذه الفتن سنسلط عليكم عبادا لنا أولي بأس، وليس بأس عادي، أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار فإذا بهم ينكلون عليهم عيشهم فيبكونهم، ورأينا ما فعل أولئك الأحرار، وسمعنا ما فعلوا أولئك الصادقون في دفاعهم عن بيت المقدس، أنهم جاهدوا وأيدوا وانتصروا وأرعبوا وخوفوا وشتتوا ومزقوا وقتلوا. وأولئك اليهود ارتعبوا ولم يظنوا أن مرحلة من الصفر ابتدأت، كانوا يأخذون النساء إلى السجون أمام أهلهم، كانوا يقتلون الأطفال، كان الأب يستغيث مع ولده فيقتلون الأب ويقتلون الإبن. وسمعتم أول بقصة محمد الذرة هذا، كيف كان أبوه وهو يستغيثون عزل جالسين عند جدار، هؤلاء يصوبوا بمندقياتهم عليهم وقتلوهم على مرأة من العالم كله. وإن كان العالم الآن في سكون، إن كان عالم عربي أو كان عالم إسلامي أو عالم إنساني، في سكون وسكوت مشين، وأولئك يقتلون، ولكن الصادقون لا يخافون ولا يتزعزعون ولا يرتجلون، لأنهم معهم وعد الذي يقول للشيء كن فيكون، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء ولا اكثبتوا. قالوا لعمر المختار: نحن الآن بنقاتل هؤلاء الفرنسيين ومعهم طائرات ومعهم أسلحة فتاكة، ما معنا إلا أسلحة عادية، معهم طائرات تحلق في السماء. قال: طائراتهم تحلق تحت العرش ولا فوق العرش؟ شوفوا عمر المختار هذا الصوفي المتعلق المتعلم المجاهد في سبيل الله، قال: طائراتهم تحت العرش ولا فوق العرش؟
قالوا له لا تحت العرش، قال نحن معنا صاحب العرش، نحن معنا الله سبحانه وتعالى. أولئك إخواننا في فلسطين لهم الله، مسرى الأنبياء وأول القبلتين والمكان المقدس المطهر الذي حرره أول من حرره سيدنا عمر بن الخطاب، وأقام فيه الشعائر ونادى بالأذان، ولكن من رحمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمن أولئك غير المسلمين، قال أنتم النصارى ابقوا على عبادتكم، ابقوا في دوركم، ابقوا في كنائسكم. ومرة دخل مع الجنود المسلمين إلى كنيسة من الكنائس يدور فيها، فحضرت الصلاة، قال لولا أني أريد أن أرعبكم ولولا أني لا أريد أن أرعبكم وأخوفكم لصليت هنا، ليه تخوفهم لو صليت هنا؟ قال سينازعونكم بعد ذلك على هذا المكان، المسلمون بيقولون هذا محل صلى فيه عمر بن الخطاب بيخرجونكم. فخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلى خارج تلك الكنيسة وتركها لهم وقال صلوا فيها. ما عرف العالم كله أرحم من الإسلام ولا أرأف من الإسلام ولا أعظم من الإسلام، حتى أولئك اليهود لو عرفوا حقيقة الإسلام ما فعلوا هذا بالمسلمين ولا حتى بالمستوطنين غير المسلمين من عزل ونساء ومساكين وممن لهم حق في تلك الأرض، هم أخذوا شيئا لا يستحقون، كما يقولون وعد من لا يملك إلى من لا يستحق، وعد من لا يملك إلى من لا يستحق. وعدوكم بهذه الأرض أنها لكم، من الذي وعدكم؟ من لا يملك وعد من لا يستحق. هذه ليس موطنكم، اذهبوا إلى بلاد الله سبحانه وتعالى. لكن لهم مخططات ولهم أمور في رؤوسهم، ولكن يكيدون ويكيد الله، ويمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى عز وجل. وأرانا الله عزة من أولئك، ونسأل الله أن يؤيدهم إن شاء الله وأن ينصرهم وأن يأخذ بأيديهم. وسمعنا من كلام شيخنا الحبيب عمر في ذكرى مولد دار المصطفى، قالوا من أعظم الاحتفالات من مولد النبوي الشريف ما يحصل الآن في فلسطين من إخواننا ممن يجاهدون ويقاتلون ويدافعون وينافحون عن بيت المقدس. هذا نوع من أنواع الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا تأييد يفرح به الله ويفرح به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان أولئك ظنوا أنهم لن يقدر عليهم أحد وقالوا من أشد منا قوة ومن أكثر منا قوة، فإن الله تعالى سيريكم قوته فيكم بأقل الخلق. لا تستصغرن، قال شيء، ولا تستصغرن لا مخلوق صغير ولا إنسان معزول ليس معه شيء. قال إن الذبابة تدمي مقلة الأسد، شوف الذبابة هذه إذا وقعت على مقلة عين الأسد بتدميها وبتؤذيها، لا تستصغر أحد. واليوم أنتم جلستم تؤذون وتستبيحون وتحبسون وتفعلون وتفعلون، وكنتم تغزون، اليوم تغزون، والآن يدخل إلى بيوتكم وصنعوا لكم أسلحة ترعبكم، وإلا بكم تصيحون كما تصيح النساء، لأنكم تقاتلون قوما يحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة. أنتم عثتم في الأرض فسادا كما سمعتم الآيات، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض، هؤلاء أهل فساد، ما كانوا لإصلاح، ما كانوا يصلحون، لكننا نحن كما قال الحبيب عمر، قال نحن الذي ضيعنا، تركنا ساحات قلوبنا لأولئك اليهود، ولهم تعالوا قصرنا، نحن أهل الإسلام قصرنا فأدخلناهم. وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، وفي رواية حذو النعل بالنعل والقذا بالقذا. قالوا وما القذا؟ الريشة السهم تتبعها الطلقة الثانية والرمية الثانية، تتبعونهم في كل شيء، هم الذين يديرون العالم. وظنوا أنهم عندما يديرون العالم بالاقتصاد أنهم سيستحوذون على العالم، ونسوا رب العالم سبحانه وتعالى،
ونسوا قدرة الله سبحانه وتعالى. أنتم لستم أشد قوة من عاد، أرسل الله إليهم ريح فشتتهم وبددهم، أجسامهم أكبر من أجسامكم، ولهم قوة كانت أكبر من قوتكم لو قيست في ذلك الزمان بما تستطيعون الآن أن تفعلوه. ولكن في ما بين عشية وضحاها شتتهم الله، أرسل عليهم الريح فحملتهم حتى وصفهم الله سبحانه وتعالى كأعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ ما لهم باقية. إذن واجب المسلم أن يفرح بنصر الله، وأن يؤيد أولئك بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه، وليرحم المسلمين في حاله مع الله سبحانه وتعالى وحاله مع خلق الله، لأن نحن نريد رجعة إلى الله بسببها ينصر الله أولئك. إن لم نستطع أن نذهب ونقاتل في سبيل الله، فلا تنسى أن تجاهد نفسك، فلا تنسى أن تجاهد شيطانك. كم من واحد ربما حريص على مجالس الخير وبينه قطيعة مع أحد من المسلمين، كم من واحد حريص على الصف الأول في الصلوات، عنده حقوق لإخوانه وأخواته ما يريد أن يؤديها إليه، كم من واحد إذا فتحوا إخوانه عليه أمر جسمه وإلا أمر مال غضب وقاطع. وهذا حال كثير، تقاطع، تدابر، عقوق، مشاكل أسرية، ثم بعد ذلك نحن نريد أن ننتصر. كيف ننتصر؟ حكمنا اليهود في أمرنا، حكمنا النصارى في شأننا، لابد أن نعي ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وليكن من أذكارنا مما أوصى به العلماء وأهل التربية، أوصى شيخنا الحبيب عمر ألا نترك في يومنا في كل يوم نصرة للأقصى ونصرة لأهل فلسطين أقل ما يكون 450 من حسبنا الله ونعم الوكيل، أن نأخذها وردا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن تكون لنا من الأوراد كذلك مياه، من قوله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإيش خبرها هذه؟ خبرها ذاك الإنسان الصالح من آل فرعون، قالوا له تكفر وتؤمن بفرعون ترجع مرة ثانية في حضيرة فرعون، قال لا، فهددوه أنهم سيقتلوه، قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير، إن الله بصير بالعباد. الخبر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء، غرقوا غرقوا. فيكون وردنا كذلك 100 مرة من قولنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، نصرة لأولئك العباد. وكذلك 70 مرة يقول شيخنا أبي عمر بقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 70 مرة. و70 مرة قالوا ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت، هؤلاء جالوت يبغى يقتلهم، سلطهم الله عليه على أولئك المؤمنين، فتداعوا، فلما برزوا لجالوت قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والنتيجة قال ربي سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. فيكون وريدنا كذلك، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولا تظنون أن شيء خير من هؤلاء سيأتي، ولا تظنون أن النصرة ستكون بزيد أو بعمر، لا، إن النصرة تبدأ من بيوتنا وتبدأ من أنفسنا، نحن ننتصر بنصر الله سبحانه وتعالى. أما اليهود لن يرضون عنك كما قال الحق سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بتتبعون ملتهم بيرضون عنكم وبيوفرون لكم كل شيء،
ولكن نقول لهم أنتم تقولون جيشنا الجيش الذي لا يقهر، ونقول لكم واحد قهار يسمى الله، واحد قهار يسمى الله، سيقهركم أنتم وجيشكم، وأرسل عليكم عبادا له فجأسوا في بين دياركم وقتلوكم وشردوكم، ويوم القيامة ستجتمعون أنتم وأصحابكم، ثم ينادي جبار السماوات والأرض ويقول لمن الملك اليوم؟ يا أصحاب الدول الكبرى لمن الملك اليوم؟ يا أصحاب الإدارات سميتم أنفسكم الإدارة، الإدارة الفلانية تدير العالم، لمن الملك اليوم؟ يا من تسلطتم على ضعفاء وظننتم أنكم ستقدرون وتسيطرون على الأرض، لمن الملك اليوم؟ فلا يستطيع أحد أن يجيب جبار السماوات والأرض، فيجيب الله نفسه بنفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فيا علي يا قهار، انصر أولئك العباد يا رب، وانصرنا أولا على أنفسنا حتى نكون سببا في نصرتهم، حتى نكون سببا في نصرتهم. ثم إن المسلمين الآن أحوالهم لا تخفى على كل مسلم ينظر إلى هذا، إن كان يرضوه منهم أو لا، حتى نخرج من أمة الغثائية إلى أمة فاعلة. فإذا ما كنا في الأمة الغثاء لن تقوم لنا قائمة أبدا، ولربما أمر نقع فيه كثير، أكثرنا يقع فيه إهمالنا للصلوات في جماعة وفي وقتها، خصوصا صلاة الصبح، وخروجنا إلى المساجد. كان بعض العقلاء من اليهود يتكلم مع مسلم، فيقول له المسلم: وعدنا نحن من نبينا أننا سنخرجكم. قال: نعم، هو يعرفون كل شيء، إن كان رسول الله يعرفونه أكثر من أبنائهم، يعرفون كل شيء على الإسلام، لكنهم عاندوا واستكبروا وصدوا وعاندوا. قال: نعم نعرف هذا. قال: إذن لماذا لا تخافون تخرجون؟ قال: لكن ليس الآن. اليهودي يقول المسلم: ليس الآن. قال: لما؟ قال: لأننا عندنا خبر، إذا اجتمع المسلمون في صلاة الصبح كما يجتمعون في صلاة الجمعة فنخاف منهم حينئذ وسنخرج من بيت المقدس، لكن ما دام عادهم نيام، ما دام عادهم مفرطين في الصلوات، فنحن مطمئنين. ما هناك شيء يرعب اليهودي أكثر من استقامة المسلم، بل إنهم يتحدثون ويقولون: لماذا هؤلاء المسلمين في يوم الجمعة يلبسون البياض؟ يخافون من البياض، لماذا يلبسون البياض؟ ترعبهم هذه المجامع، ترعبهم اجتماعات الناس، ترعبهم حتى اجتماعاتكم هذا، تعظيمكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم. هم لا يريدوكم أن تعظموا رسول الله، لأنهم يزرعون في قلوب أبنائهم الحقد على سيدنا محمد. يقول بعض الدعاء: وتلمست أخبار أولئك أبناء القردة والخنازير، فوجدتهم يمنهجون الحقد في قلوب أولادهم ضد الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام والمسلمين، حتى يتحايلون على الأولاد. كيف؟ يشترون اللعبة الغالية للولد الذي يختارها هو، يحبها هو، ثم يلعب بها هذا الولد حتى تدخل في قلبه، ثم ليلة من الليالي بعد أن ينام الولد يقوم الأب هذا فيكسر هذه اللعبة. يمكن واحد يقول: إيش مجنون؟ هذا ما هو، هذا خبث. فيقوم الولد، من الطبيعي ولد يحب لعبته ويرى لعبته أنها تكسرت بيبكي: ما الذي كسر لعبتي؟ ما الذي دخل إلى غرفتي؟ فيأتي الأب ويبكي من بكاء ولده، يقول: نعم، جاء البارح رجل وكسرها. من هذا الرجل الذي كسر لعبتي؟ يقول: واحد اسمه محمد.
قال واحد اسمه محمد، فيتربى الولد بالحقد والكراهية أن هذا عدو. هذه يربون أولادهم على هذا. نحن نقول هذه المجامع تربي أولادنا على محبة رسول الله، ترعبهم الاجتماعات في الحج، ترعبهم الاجتماعات في الجمعة، ترعبهم اجتماعات واتصالات المسلمين فيما بينهم. وإلا التحريش اللي نحن الآن نعيشه سببه من؟ سببه من؟ من لي منهج؟ منهاج مستيس يكون فيه سبب التحريش بين المسلمين. من؟ أولئك هم اليهود والنصارى بأساليبهم وإذا بهم يأخذون دوات سدج من أبنائنا ولا يأخذونهم إلى هناك تل أبيب يعلم. لا 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 أصخم أحب يروح إلى عندهم، لا، يختارون ممن يكون عبيد للمال، يعلمونهم تعليم، يحفظونهم القرآن، يعلمونهم الأحاديث. أنتم تظنون أن يهود ما يحفظون القرآن؟ أن من اليهود من يحفظون القرآن ويحفظون الصحاح ويطلعون على المذاهب، ومنهم علماء أكثر من علمائنا، ليضربونا بعلمنا، ليضربونا من داخل معقل بيوتنا، ويربون دوات من المسلمين لا يعرفونهم أصلا، مساكين، تعالوا هنا بنعلمكم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. وأظن في السنوات الماضية اكتشفوا بعضهم يأتون إلى حضرموت هنا، وبعدين واحد قال ولا طلع نصراني، واحد طلع يهودي، واحد طلع، وخبطوا الناس خبيط، اسمه واحد أبو حفص وواحد مدري من، وهكذا هم يسيسون التحريش ووسيلة التحريش. وهؤلاء أعوانه، وهؤلاء الذين يأتون إلى بلاد المسلمين، والآن قال لهم تعالوا تفضلوا تفضلوا ادخلوا إلى بلاد المسلمين وتعاملوا معهم تعاملا عاديا، وسنحميكم، سنكون معكم، وسنحالفكم، وسنكون في ظهوركم، وأنتم تقاتلون العزل أولئك، وإذا كشروا عن أنيابهم فنحن معكم. لأننا نعلم أنها شعوب قد ماتت. قال إيه؟ وقال هم أصلا قد ماتوا قبل أن يموتون، كثير من هؤلاء الذي لا يوجد عندهم نخوة ماتوا قبل أن يموتون في حقيقة الأمر، لأن العزة الذي في قلوبهم خلاص ذهبت. يرى الواحد يقتل مرأة ما يتأثر. قرأت في وسائل الإعلام أنه دخلوا شباب من هؤلاء أهل المقاومة والجيش، جيش المسلمين هناك الفلسطيني أهل حماس، إلى بيت مرأة إسرائيلية. لما دخلوا وجدوا إلا مرأة عجوز ومعها مرأة تمرضها، رجع هذا وقفل الباب. نادته هذه المرأة، ما الذي أدخلك؟ قال أبحث عن رجل. قالت لا يوجد هنا، ولكن نحن إسرائيليين. قال أعرف ذلك، لن أقتلكم، إسلامنا لا يأمر بقتل النساء، إسلامنا لا يأمر بقتل الأطفال، إسلامنا لا يأمر بقتل العزل. هكذا كان إشارته صلى الله عليه وسلم، إذا خرجت الجيوش قبل أن تخرج يقول لهم لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا حيوانا، لا تقطعوا شجرة. هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق الإسلام. كم رأينا من الصور أطفال صغار، واحد من هؤلاء الأنجاس يدوس عليه بجزمته حتى يموت، طفل أرعبه قبل أن يقتله، أرعبه قبل أن يقتله. ودخلوا بجزماتهم النجسة النتنة إلى بيت المقدس ويتحدون، تتحدون من في بيت الله؟ من أشرف البقاع، من أعظم البقاع الذي تشد إليها الرحال، ومنعتهم الفلسطينيين. ولولا أن هناك من عاونهم والله ما استحوذوا على المسلمين. وجدت فلسطيني في المسجد النبوي. من أين أنتم؟ قال من حضرموت. قلنا من حضرموت.
قال عاد حالكم أشد منا، كيف أنتم من أنتم عندكم؟ قال الحمد لله ليس كما تسمعون، والموجودين منهم أهل الغيرة على الإسلام وكذا، لكننا منعنا من دخول المسجد الأقصى، بيوتنا قال وقريتنا قريب، لكن إذا أردنا أن نصل إلى المسجد الأقصى يمكن من الحوائج وكذا وكذا يوم كامل حتى نصل إليه، والآن ممنوعين. واسمع، لولا أنهم اخترقونا من خلال بني جلدتنا والله ما جلسوا حتى أسبوع واحد، لكنهم اخترقونا من بني جلدتنا ودخلوا واشتروا ذمم. أما إذا كان الصادقون من المسلمين لا يبتاعون ولا يبيعون بالدون، هم أهل النصرة أولئك. فهذه المجامع لابد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيها، أن ينصرهم إن شاء الله ويأخذ بأيديهم إن شاء الله. يا رب إن عبادك توجهوا إليك وجاهدوا في سبيلك، وفرحوا المسلمين بأن يعلون كلمة الله وأن يجعلوها العليا. اللهم خذ بأيديهم يا الله، اللهم انصرهم يا الله، اللهم أيدهم يا الله، اللهم كن لهم يا الله، ولا تكن عليهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إن كان تأخير النصر بسبب ذنب من ذنوبنا أو عيب من عيوبنا أو تقصير من تقصيراتنا، فإنا نتوب إليك يا رب توبة نصوحة يا الله في مجلسنا هذا، حتى تعم الرحمة علينا وعليهم إن شاء الله. يا رب إنك أنت لهم، يا رب أنت ظهرهم، يا رب أنت الذي تكون لهم، يا رب خذ بأيديهم يا الله، انصرهم يا رب نصرا مؤزرا يا رب. لا تبقي أولئك أبناء القردة والخنازير يتجولون في بيتك المقدس. اللهم إنا نسألك أن تجعل كيدهم في نحورهم، اللهم لا تجعل لهم مراد ولا بعض المراد، ونارهم تصبح رماد بكاف ها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله، والحمد لله رب العالمين. وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيا يا الله، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز دراه يا الله، وتعم جمعنا هذا من خزائن من حق السنية يا الله، برحمة ومغفرة وتديم عن سواك غنى يا الله. اللهم أنك جعلت لكل سائل مقاما ووزيا يا الله، ولكل راج مما أمله فيك رجاء يا الله، وقد سألناك راجين مواهبك لدنيا يا الله، فحقق لنا ما منك رجونا يا الله. اللهم أمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره يا الله. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية يا الله، واسقنا غيثا يعم أنسياب سيبه السبب والربا يا الله. اللهم سبنا على ما قرأنا من القرآن العظيم، واجعل ثواب ذلك لرحمة سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح ساداتنا البعلوذن ورحمة السلام سادات هذا البلد ومشايخ، اللهم اغفر لنا واغفر لنا عيوبنا واصلح ذاتنا. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين في غزة وفلسطين، انصرهم واظلم لهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واكفنا كلهم دون الجنة. فضلنا دين الإسلام ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلسان كل عام. اللهم على
واعصمني من الشرك واغفر لي ما دون ذلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما فيه.